الآن نشاهد الرئيس التركي أردوغان وأيضا وعقيلته ينزلان بالتأكيد من على سلم الطائرة متوجهين إذن للقاء الرئيس السيسي وسط مراسم استقبال رسمية. طبعا تأتي هذه الزيارة كما ذكرنا بعد قطيعة دامت عقدا من الزمان. كانت هناك مجموعة من اللقاءات التي حصلت بين الرئيسين في مناسبات عدة، ضمن هذه المناسبات اللقاء الذي جمعهما تحديدا في مونديال قطر لكأس العالم. أيضا كانت هناك زيارات على مستوى رئيس الوزراء وأيضا بعض الوزراء، من ضمنها ما حصل تحديدا في الزلزال الذي كان قد ضرب وقتها جنوب تركيا، حيث أكدت مصر في حينه أن القاهرة تمد يد العون والدعم للتركية نتاج الزلزال الذي حصل تحديدا في الجنوب التركي وضرب أيضا مناطق في